جماهير المنتخب البحريني. وهذا جول. يجي التعادل ولا ما يجي؟ ما يبي انجلش. يتعادل ولا ما يتعادل؟ انجلش. انجلش؟ اي. سبيك انجلش؟ يا. وير يو فروم؟ بحرين؟ يا. بحرين، بس نوت سبيك عربي. يا. التجنيس السياسي الجاري على قدم وساق في البحرين منذ عدة سنوات لم تعد آثاره السلبية تقتصر على داخل البلاد، بل امتدت لتصل إلى بعض دول الخليج وفي مقدمتها السعودية. العاطلون عن العمل في السعودية يشتكون من منح البحرين جنسيتها للأجانب. فالنظام الحاكم في البحرين الذي وضع مخططا للتغيير الديمغرافي، وكما كشف عن ذلك تقرير البندر الشهير، امتدت آثار ذلك المخطط لإثقال أهل السنة في البلاد الذين ضجت مناطقهم بالمجنسين، ومنها مدينة الرفاع، حيث المنافسة على الأعمال والممارسات والعادات البعيدة عن أخلاق وتقاليد البحرانيين، مما دفع بعدد من العوائل السنية إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية القطرية. في شأن تجنيس المواطنين البحرينيين تم حله بحمد الله مع دولة قطر وتم تسوية الأمور، لكن الأثر الذي لم يكن متوقعا هو وصول آثار التجنيس إلى السعودية المجاورة، حيث ينافس حملة جوازات البحرين من المجنسين أصحاب الأعمال مستغلين التسهيلات التي تقدم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى إلحاق الضرر بمصالح المواطنين السعوديين من معاملتهم كخليجيين في سوق العمل السعودية، داعين السلطات إلى فرض قيود على البحرينيين المجنسين. السعوديون عبروا عن غضبهم من التجنيس السياسي في البحرين، داعين إلى فرض قيود على حملة الجنسية البحرانية وسط تداول لأرقام غير رسمية تشير إلى أن البحرين جنست نحو 40,000 يمني وجميعهم يعملون في السعودية. بابا دابت أنا، بابا دابت أنا زلا، أنت ما بشتغل، أنت رقعت هنا، بابا دابت هنا، بابا دابت هنا، أوكي؟ القضية طغت على زيارة وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود إلى البحرين، والتي بحثها مع وزير داخلية البحرين راشد الخليفة، الذي أمر بدوره بسرعة التحري حول هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ ما يلزم لتصحيح ذلك. سياسة حمقاء أخرى للنظام الخليفي طالما حذر البحرانيون من خطورتها، ولكن لم يلقوا آذانا صاغية.